عايز أقول أنني سبق وأن شرفت كنت عضو مجلس نقابة الشرقية أمينا عاما على مدار 12 سنة. كنت ولا زلت عاشقا للعمل النقابي، عايشت الأستاذ أحمد الخواجة رحمة الله عليه، وعايشت مجلس من عظماء النقابيين فيه حقيقي يعني. أما بقى فيما يخص النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب الأستاذ عبد الحليم علام، أول مرة أسمع حديثا نقابيا من 84 للنهاردة ألمس فيه صدق الحديث وصدق القول. اللي حضرتك بتحكيه لا ينبغي أن يسمع هنا فقط، لكنه نعم ليه بقى؟ لأنه نحن نجيد الحديث الذي يعقبه تصفيق حاد وصورة إعلامية. الموضوع ده مش مع الأستاذ عبد الحليم علام. أنا عايز أقول لي ما عليك حاجة. أنت إحنا كلنا زي الأستاذ فتحي كده. إحنا عدينا الـ 61 فإذا كان بفضل لك يعني مش هتقعد تجامل. وأنا من الناس اللي مش عايز أقول إن أنا ختمت عملي نقابي أو حياتي بإيه؟ إن كنت متملق أو بتتملق فلان. أنا ما بتملقش حد ولا عايز حاجة من حد. ولذلك بقول لي ما عليك أشكرك على حديثك المخلص النقي الشفاف.